اسعد الله اوقاتكم متابعي ومتابعة قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة، وكيف ما كتشاهدوا معنا مجموعة ديال الصور على جدران اللي بمدينة القنيطرة، في وسط مدينة القنيطرة كيف ما كتلاحظوا معنا، اللي غيتلاحظوها معنا جميلة جدا اللي كتربط ما بين الماضي والحاضر. اذا فعلا شكرا للمرأة القروية. اذا هي صورة تحية للرسام صراحة، وكنظن أن مجموعة ديال الرسامة كذلك. صورة جميلة للمدينة القديمة اللي افتقدناها صراحة، والشكل اللي كيوحي بالمدينة القديمة وبهذه الجمالية. كذلك واحد الصورة أخرى غادي نوريها لكم بعد قليل، اللي هي صورة شنقول لكم ماشي جميلة، شي حاجة أكثر من روعة غادي تشوفوها معنا. إذا كيف ما مازال كيف ما كتشاهدوا معنا صورة أخرى بالمرأة ديال العهد القديم، بالمرأة ديال النقاب وجلابة وقفيفة. عندنا القديمة كيف ما كتلاحظوا معنا، كتلاحظوا أن كذلك الجامع الصومعة وباب الدار. كذلك صورة أخرى اللي كتعمز بالخيول والغرب اللي معروفة بالتبريدة. صورة أخرى لدل امرأة ورجل وطفل. كذلك المرأة الشمالية باللباس ديالها التقليدي. إذا كنتمنى من جميع كل من التحق بنا أن يبارطاجي فضلا وليس أمرا. وأيضا تحية للمرأة الشمالية وعروسة الشمال دائما مع العهد القديم والعهد الجديد. يعني كيفما كتلاحظوا كان كيسميو هاد التحنيكة أو كان كيسميوها، كل واحد يمكن كيعطيها واحد الاسم. كاين كيقول لها الخمار، ولكن هذا ماشي هو الخمار بهذا الشكل. الخمار كيتلبس واحد الشكل آخر، ولكن كاين اللي كيقول بأنه هذا هو الخمار، ولكن لا. بلغة تحية للمرأة. شجر وشيء جميل باش تعرفوا واحد المعلومه، وواحد الشيء اللي هو زوين بزاف، كتشوفوا الشجره ياك، لكن هذه ماشي الشجره، اي فعلا الشجره، ولكن هذا راه قادوس هابط ورسموا عليه بهذا الشكل هذا، وبينوه بهذا الجماليه. يعني الشيء من البعيد كيبان لك شكل شجره. كاين كيشوفوا الملاحظه كيفاش دايره واعره، وكاين واحد اخر اللي غنوريها لكم تشوفوها تقولوا انها صوره، لكن هي في الواقع راه واقع. ها انتم هذا الحب نشوفوا الفرق كيبان دابا من كنقرب كيبان المنار. باب جنة كيف ما كتلاحظوا هنا كيف ما كتشاهدوا معنا. حلالة او الوردة الحلالة الزربية، وتحية للمرأة اللي كانوا كيصيبوا شحال الزربية اللي افتقدناها صراحة. مبقاش كانوا واحد الوقيته المعامل ديال الزرابي، وكانوا مجموعة يعني كنلاحظوا مبقاش دابا الزربية الرومية، هذه الزربية البلدية.
كنتفكر بان الزبيه كانت كتصايب على شهر على شهر ونص. دابا ولات كتصايب ساعات. القلاق واللي معروف به مدينة قنيطرة، هانتوما كيف ما كتلاحظوا معنا، وهاو العش ديالو كيف ما كتشاهدوا، هذا عش حقيقي. بعد قليل غتشوفوا مرات كيجي حتى القلاق كيكون فيه، راه كاين كي كيطيرو في السما دابا. دائما القلاق واللي معروف به مدينة قنيطرة. الخيل بجميع الانواع ديالو، اتاي المغربي وجلسه مغربيه اللي صراحه فسقناها، صراحه فسقناها الجلسه الجميله، جلسه ديال اتاي والمجمر، وكنا كنجلسوا في هذه الجلسه فين هي الايام في هذوك الايام فعلا. الصينية كيف ما عارفين، الصينية بال بال هذا برجين ديالها كيسان. السيادة كيف ما قلت لكم الأقلاق، ثم كشادو قوارب قوارب تقارب شرعي قوارب شرعية كذلك. نوريكم بعض الصور اللي هي جميلة وكتذكر بزاف حوايج. اذا كيفما كتلاحظوا المكانة والقلاق، خريطة جميعا من أجل بيئة نظيفة. شكرا للجميع كيفما كتلاحظوا في أيام كورونا كان صراحة الكل كيشتغل، الصحافي، القوات المسلحة أيضا الملكية، أيضا الشرطة، الدرك الملكي، السيد القائد، الكل كان كيشتغل، ممرض، طبيب، الكل كان كيشتغل في هذا في أيام كورونا. فهذه صورة نقول لهم فيها شكرا للجميع، فتحية لهم صراحة. جنود الخفاء، التربية الفنية بين المسرح والموسيقى، القسم ديال المسيرة، نموذج تنموي من تنموي جديد من اجل اقرب السعادة الآلية للسد الآلي بالعفن. المملكة المغربية من طنجة الجديدة، خريطة طبعا، المسيرة كيفما كتلاحظوا معنا المصحف يديهم، باب للمؤسسة جمال الدين أفغاني، مدرستنا شعار هو مدرستنا. هاي الصورة الثانية اللي عجبتني صراحة اللي هي الصورة اللي كتشاهدوها، فهي صورة كيف ما كتلاحظوا، هذا راه هانتوما
ماشي غير فقط هي رسمه في نفس الوقت واحد العمليه جميله صراحه، وعجبتني بزاف. صورة جميلة جدا، لوحة رائعة تتكلم على الصحراء والنخل والوديان والجمل. باب، صورة باب. تحية صراحة للرسامة، جميل توقع جميل، تحية ليه. كذلك انتم كتشوفوا معنا جميل، كما كتلاحظوا محميات ديال الاقلاق. اذا متابعين افاضل، متابعين قناه شوف تيفي، ما بقى لي نقول لكم شكرا لكم على المتابعه، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. نتلاقاو بث اخر ان شاء الله، شكرا لكم.